تنضم معنا نهى الجندي، فنانة سورية من اسكندرون. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بصباح سوريا. صباح النور، يا أهلا. يعني شفنا خلال التقرير اللوحات اللي فعلا فيها جرأة بالألوان وأفكار هيك قريبة للقلب، بس ذكرتي بالتقرير أنه في مشاكل أحيانا، يعني ما في توفر للمعارض فيها تاي، ممكن تحكي لنا أكثر عن هاي القصة؟ يعني طبعا أنا مالي بالعاصمة ولا بمدينة كبيرة، تعتبر باسكندرون أنا بلدة صغيرة طبعا، يعني فيها صالتين للعرض، واحدة تابعة للمركز الثقافي واحدة تابعة للبلدية. للأسف هون يعني بكل بلد بالعالم مراكز ثقافية بتكون مجانية وبيستقبلوا الفنان، بيستقبلوا بحفاوي وبيحطوه تحت رعايتهم، لكن هون لا، في لازم يندفع مبلغ مالي كبير حتى تقدري تحجزي، وغالبا ما بيكون في رعاية كمان، يعني هذا الأمر مو قليل. إلا طبعا لما بتكون جمعية فنية متعارف عليها ساعتها بيكون في رعاية، لكن الكل بيدفع، يعني نظام البلد هيك يعني. وما في حضور، يعني أنا في معرض مشترك شاركت فيه مع اسمه بصمة لون، فما كان في حضور، يعني حتى الناس نوعا ما يعني بدائية، خلينا يعني نقول منطقة ريفية يعني أكثر من منطقة حضارية. اهتمام بالفن يمكن ما وصل يمكن لدرجاته بوجود يمكن معارض كبيره تنعرض فيها هي الفنون او حتى هي اللوحات. طب ست نهى، ليش ما حاولت؟ يعني نحن عم نشوف معارض كبيره للسوريين باسطنبول، بمناطق ثانيه او ولايات ثانيه من تركيا، ليه ما حاولتي انه التواصل مع معارض اخرى تعرض بالعاصمه او غيرها او حتى اسطنبول او ولايات ثانيه؟ صار في محاولات؟ طبعا صار في محاولات عن طريق جمعيه الشام الدوليه، ونحجز معرض فعلا كان تابع لدار الكتاب، صاله مجانيه، لكن ظروف اجت كورونا اغلقت، وبتعرفي انت في صعوبات بالنسبه للسوري، احنا يعني ممنوع نغادر البلد الا باذن سفر، وهذا اذن السفر ما دائما بيعطوه، يعني انا بعد ما جتني الدعوه وطلبت اذن سفر ما اعطوني غير 3 ايام، يعني كثير صعب الامر. التكلفه كمان يعني مسافات بعيده، هلا انا بالجنوب للشمال في 20 ساعه بالباص تقريبا، اذا بدي اخذ الطائره في تكلفه ماليه كمان، يعني منه سهل الامر. كلاجئ صعب. اكيد اكيد، بخصوص المبالغ اللي حكيتي عنها، حاولتي الترويج على لوحاتك عن طريق الانترنت؟ طبعا انا الانترنت فادني بشكل يعني مو عادي، يعني تواصلت مع كل اصدقائي، طبعا كوني من اسره فنيه نعرف كثير فنانين تشكيليين بدمشق وحتى عالميين، فرجعت اتواصل مع الجميع، مع اساتذتي كمان، مع اصدقائي، روجت لاعمالي والحمد لله عملت اسم حلو، يعني كثير كانت وسائل التواصل الاجتماعي كثير فادتني بهالامر. أكيد. خلينا بعد شوي عن المشكلات والمصاعب، يعني الفن واللوحات اللي شفناها جدا رائعة، ونتمنى نكون أيضا من الحضور لما بيكون في معارض سيدة نهى. نوع الفن ذكرتيه حضرتك بالتقرير، هل عم بيكون للوحات في قصة، عم تتبني قضية معينة؟ تخبرينا عنهم أكثر. طبعا يعني هلا الفن بحد ذاته هو مرتبط، يعني مش كحرفي، الإنسان الفنان يعمل بيديه، قلبه، مشاعره وبعقله. الناحية الفكرية طبعا بتأثر بطريقة كبيرة جدا، يعني دايما أنا في فكرة لازم نفذها بتتحقق معي. طبعا لازم يملك الفنان الوسائل التعبيرية الصحيحة. العلم مفيد جدا، المعرفة، معرفة اللون والنسق، كل هاي بتأثر بالعمل الفني. طبعا أنا تبعت الأسلوب المبسط، مني بحديثة جدا بعملي، أسلوبي مبسط لكن نفس الوقت هو سهل ممتنع، لأنه قوي بتعبيره، قوي بإيصال الفكرة، وعندي جرأة، ما بخاف من اللوحة البيضاء، لا ما عندي حلو. ما عندي خوف. حلو. واضح من اللوحات بشعر بالحرية، حتى بشعر بالحرية، والفن هو يعلم أصلاً الحرية.
نعم، نتمنى لك كل التوفيق. انبسطنا جدا بالتواصل معك نهى الجندي، فنانة سورية كنت معنا. شكرا لك للإضاءة الجميلة، شكرا لقناة سوريا، شكرا لك، كل التوفيق، نهارك سعيد.